قضاء حاجة المؤمن. شوف مثلا الآن بعض المؤمنين زين موظف وأمامه الطاولة قاعد على كرسي مرتاح، يأتيه أخوه المؤمن في حاجة وهو يقدر عليها فيشيه عنه بوجهه، بينما يجيه واحد آخر ما إلى علاقة به شنو يقضي حاجته. هذا المثال تعرض له الأئمة في أحاديثهم منذ تلك الأزمنة. زين، لاحظ رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: أيما رجل من شيعتنا أتى لأخيه، أيما رجل من شيعتنا أتى رجلا آخر فاستعانه في قضاء حاجته فلم يعنه وهو قادر إلا ابتلاه الله بقضاء حاجات غيره من أعدائنا يعذبه الله عليها يوم القيامة. أنت تقول والله أنا ما أقضي حوائج المؤمنين، الله يبتليك بأن تقضي حوائج الظالمين، الظالمين المستكبرين، يبتليك الله بقضاء حوائجهم ثم يعذبك على قضاء حوائجهم. إذن حفظ كرامة المؤمن والاهتمام بشأن المؤمن من خصائص الأخوة الإيمانية التي لا يمكن إغفالها.